السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اسمع الفاضل، عندي سؤال. اتفضل. كان في جارتنا الله يرحمها توفت، وعندها بنت وصتها بوصية معينة، قالت لها كانت سايبه لها خاتمين وحلق ومبلغ من المال. طلبت منها ان هي تاخد حلق ليها ولاختها، و خاتم ليها ولاختها وحلق في مصاريف الجنازه، والمبلغ توزع برضه ليها ولاختها، وعندها اخوات من الذكور قالت لهم ما تدهمش حاجه. هذه الوصيه باطله، الوصيه لها ولاختها باطله، انما الوصيه لمصاريف الجنازه لا باس، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. يعني تقسم حسب الشرع، انما مصاريف الجنازه لا باس. اي نعم، مصاريف ما لم تتجاوز الثلث. السلام عليكم.